بنحفر خندق من باب الإدارة لعند الباب الرئيسي، وهذا الخندق بيمر تحت سور السجن لعند المحارس. بنحفر مجموعة خنادق حول السجن بالكامل، بنثبت عليها متاريس. نحن مش عم ندافع عن المجرمين وقتلين القتلة، ولك هذول سوريين يا بني آدم، سوريين غلطوا بحق الناس والدولة، والقضاء حكم عليهم بالسجن مش بالموت. كتير مهم انه نجسد هاي الوحدة الوطنية اللي موجودة. انت بتعرفي بالسجن كان في نزلاء من مختلف يعني المحافظات، نفس الشيء عناصر الشرطة وعناصر الجيش اللي انضموا لهم، في من مختلف الأديان والطوائف أيضا. هذه الوحدة الوطنية اللي تجسدت جمعها شيء واحد، شو هو؟ إرادة الانتصار، إرادة الصمود، وهذا الشيء اللي احنا عم نحاول نكرسه من خلال هذا العمل. العمل الماضي كان فيه شيء فكري مثل ما تفضلتي، اليوم هذا فيه شيء فكري ولكن فيه شيء واقعي أيضا مبني، يعني ما فيه ابتكار أو جهد درامي مضاف، يعني مساحة الدرامي كانت قليلة، التركيز كان على الواقع وتجسيد هذا الواقع. واعتبروا هدول المسلحين أنه يعني أنه هن قضاء لا يمكن الفكاك منه أو المفر منه، لكن إرادة الصمود اللي جلت بهؤلاء الشباب يعني استطاعت أنه تنتصر وأن تفك الحصار. أنا عم بعمل شخصية الرائد ويليام الصياغة. الرائد ويليام الصياغة هو أحد الشخصيات المهمة جدا بهذا العمل. طبعا أنا كتير مبسوط أني عم بعمل هاي الشخصية. هلأ هو حاليا هو سيادة المقدم، طبعا موجود بالحياة والله يطول بعمره. بتمنى أكون قدمت شيء هيك ينال إعجابه طبعا ويكون ينال استحسان الكل. هلأ خصوصية هذا العمل تكمل بأنه نحن يعني الرسالة، أهم شيء أنه نحن وقدينا رسالة للناس من خلال هذا الفيلم، أنه نحن السوريين إيماننا برب العالمين، إيماننا بهي الأرض بوطننا عم بيخلينا قادرين أنه ندافع عنه بكل لحظة ومن أرواحنا ومن صميم قلبنا. هاي الرسالة طبعا أكيد حتوصل للعالم من خلال تفاصيل حيشوفوها بهذا الفيلم. سكوني موت ودفنوا اجري معي في شان الله. نزلوا هدول انتور جعجي بهم. حكيم أنا سجين وفي غيري 4000 سجين، بس ما عنا غير طبيبين. الله يرحم أمواتك انجين. يا سيدي نحن غلطنا بحق الناس والدولة، أعطونا فرصة نكفر فيها عن ذنوبنا، نحسن نحمل سلاح ونقاتل حدكم. جربونا يا سيدي. دبابي يا شباب انتبهوا، دبابي. الفيلم مسني بيحكم يعني غير انه انا سوري، مسني انه انا ابن حلب. فكان من لما عرض علي الفيلم كانت القصه كثير قاسيه يعني، وخاصه انه انا بعرف هاي المناطق بشكل كثير منيح، بحكم انه انا ابن هاي المدينه الجباره. بس للاسف هو شخصيتي انا شخصيه سلبيه بالفيلم. طبعا كثير صار في سجال حول موضوع انه ضابط بسلك الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية سيء. الفكرة اللي كتير لعب عليها الأستاذ نجدت هي أنت لما بتحط نقطة سودة بقلب شاش أبيض فبيبين نصاعة البياض، بيبين الشيء الحقيقي اللي يعملوه الناس. فبرأيي كان رغم سلبية الدور النتيجة قدر يحصل عليها الأستاذ نجدت بشكل كتير كبير. أنا شخصية اسمها أحمد، هو ممرض بالأصل، كان سجين وتدرب على التمريض أثناء فترة سجنه حتى يوقف لجنب الأطباء اللي عم بيعالجوا جرحى الجيش وجرحى الشرطة. هي كانت شخصية كتير إنسانية مهمة، وحتى هي الشخصية أحمد صار عنده خبرة في هذا المجال، في مجال التمريض، في مجال المعالجة، لوصل لمرحلة أنه يكون شبه طبيب. بالنسبة لهي الأعمال أنا برأيي اللي عم بيصير هلأ واللي عم نشوفه من بطولات للجيش العربي السوري لا تقل أهمية عن بطولات الجيش العربي السوري في عام 73 في حرب تشرين. أنا برأيي لازم مو بس عمل سينمائي واحد، لا أنا بتمنى أكثر من عمل سينمائي تكرس هاي البطولات اللي عبقون فيها الجيش. نحن صامدين سيدي، هذا خيارنا وقرارنا. هذا السجن قطعة أرض من هذا البلد وما رح نطلع منها لتطلع آخر روح فينا. يوم الصبح لما حكيت معي أمي حكيت معي حكي كتير غريب يا زلمة، قالت لي أنا بحياتي ما طلبت منك طلب لإلي يا حاتم، بس اليوم بدي أطلب.
بدي منك تطلع من السجن عايش وما تموت. قلت لها بس هذا وعد صعب يمكن نوفي فيه لأبي. قالت لي إذا بدك يعني ضل رضياني عليك ترجع لهون تتجوز سمر وبتفرح قلبي فيك وبتوعدني إنك ما تموت بالسجن.